قد يفقد الموظف الياباني سمعته الممتدة بشأن قلة الإجازات وساعات العمل الطويلة التي تعقبها سهرات الشرب مع الأصدقاء، حيث تستعد الحكومة والشركات لتشجيع المواطنين على تقليص ساعات العمل الإضافية بهدف تحسين إنتاجية الفرد. وقدم رئيس الوزراء الياباني تشينزو أبي مؤخرا قانونا جديدا للعمل يتضمن معايير ستسمح للشركات بإعفاء الموظفين المهرة من جداول ساعات العمل، وما يراه المحللون عاملا مهما سيساعد الموظفين على عدم اللجوء إلى الساعات الإضافية. وتشير الدراسات الرسمية لعام 2014 إلى أن الموظف الذي يعمل بنظام الدوام الكامل يضيف إلى جدوله معدل وقت إضافي يبلغ 173 ساعة، فيما تشير الدراسات غير الرسمية إلى أرقام أكبر بكثير، حيث لا يقوم الكثير من الموظفين بتسجيل هذه الساعات. وتحاول الحكومة والشركات تغيير هذا النمط، لكن الكثير من الموظفين تساورهم الشكوك حيال القانون الجديد، ويقولون إنه قد يجبرهم على البقاء في العمل لساعات طويلة دون الحصول على تعويض مناسب. ربما يكون هذا جيدا لتقليص الوقت الإضافي الزائد، لكن سيكون من الخطأ إذا كان الأمر يتعلق بتقليص النفقات. يجب أن نناقش محتوى القانون تماما. وتتزامن هذه المبادرة مع حملة لكبح عادة شرب الخمور مع الأصدقاء التي يلقي عليها الخبراء باللوم في قضية تراجع عدد المواليد والتأثير السلبي على مفهوم الحياة الزوجية والأسرة. وعلى الرغم من انطلاق الحملتين بالفعل، من المتوقع أن يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يعود رجال الأعمال اليابانيون إلى منازلهم مبكرا.